طفلا تلوى ويرى الخدراء به علة في علتين. يا علي بن الحسين يا أسير الدمعتين يا علي بن الحسين مضجع يحمل آلاما بميل الذكريات حامل الذكرى وما في طيها ذو الثفنا. الإمام الرابع الشاهد بين العرصات سمع الوطأ بعشر بالجياد الصافنات شاهدا للكربتين. يا علي بن الحسين يا أسير الدمعتين يا علي بن علي إنما أثقل بالكاهل توديع الشهيد وسباء الزينبيات إلى قصر يزيد. لم يكن جوعا ولا حرا ولا قيد الحديد لم يكن سيرا حثيثا لا ولا الضرب الشديد ذائقا للغصتين. يا علي يا ابن حسين يا أسير الدمعتين يا علي يا ابن الحسين صفوة لله ثاروا صادقوا في عهدهم إخوة بالدم غاروا قتلوا عن جهدهم ومثال الجود عم مجده من مجدهم وأب أبلى بلاء حسنا من بعدهم فاقدا للساعدين. يا علي يا سير يا سير الدمعتين يا علي يا ابن الحسين آية تتلى ونجوى وحديث الهمهمة زفرة تبعث آناء الليالي المظلمة سجدة تؤتى بدمع وتبث المظلمة ودعاء ورجاء ورزايا مؤلمة إما بكت مثلك عين. يا علي يا ابن الحسين يا أسير الدمعتين يا علي يا ابن الحسين بين أنات وسجدات وعبرات جرت غرست أنياب غدر بسموم قد سرت إن أحقاد بني مروان لما فجرت أسبلت دمعا وبالرزء قلوبا فطرت موقد من جمرتين. يا علي يا ابن الحسين يا أسير الدمعتين يا علي يا ابن الحسين وارزقنا زيارة الإمام.